أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ بتحية الزملاء والزميل أحمد فؤاد في استوديو المباراة، مباراة أخرى من القمم العربية هنا في استاد أحمد بن علي في الريان. مباراة عدنان حمد ضد حسين عموتة، مباراة الأسود ضد النشامة، مباراة المغرب ضد الأردن، مباراة الصدارة وتأكيدها مباراة الصعود إلى دور الثمانية. مباراة الأردن والمغرب تنطلق في لحظات. إذن انطلاقة المباراة ومعها انطلق في تصفح تشكيلة الفريقين. منتخب الأردن لحراسة المرمى عبد الله أبو ليلى، رقم 2 محمد أبو حشيش، 5 يازن العرب، 6 هادي الحوراني، رقم 8 نور الرواق. والهدف الأول، والهدف الأول للأسود، 1-0 لأسود الأطلس. المغرب يؤدي بشكل جيد يا جبران، الوداد يسجل الأهداف، 1-0 في 4 دقائق لعب. سيناريو الأروع للمغاربة، سيناريو الأفضل. تمشي التسديدة ودي الانطلاق الهجومي. كرة أخرى طويلة، كرة محمد شيبي يلعب كرة من التماس. إسماعيل حداد، إسماعيل حداد، محاولة توسيع خطيرة والدفاع الأردني. 0 للمغرب. فرصة الهدف الثاني، خطيرة بالرأس، الكرة العرضية في بن شرقي، خطيرة والدفاع، الدفاع والكرة ترجم. إسماعيل حداد يا وسط الكرة، كاد يؤول إلى هدف ثاني. خب المغربي ثانية من التصفيات، قد كأس المغايرة تماما. الأسود ينجحون كثيرا في الدورات العربية، وكرة ممتازة للتأكيد، والهدف الثاني قريب. برافو الحارس، برافو الحارس، كرة ممتازة وجدت الأمياس. برافو يا بن شرقي، اختير بن شرقي الزملكاوي، الهدف الثاني في كرة اختيرة بالرأس. جول البدر، جول البدر الذي ينزل في الظهر، بدر بانون في ثاني أهدافه في مونديال العرب. هذا المنتخب المغربي ممتع، هذا الأسد قوي. بين عالم يا حفيدي، خطيرة والحداد، وكرة طويلة من السمعة، كرة طويلة من إسماعيل. النتيجة 2-0 لمصلحة الرباط وسلا وفاس جبران. يا جبران في كورة ولحظة كنت حيران، هناك نوع من التراجع، ما عادش يسمع. يحيى 1-2، اسماعيل، اسماعيل، برافو برافو يا ابو ليلى، برافو يا ابو ليلى، ليلى يا ليلى يا ليلى، الليل يا هنا كرة خطيرة، ويخرج انس كرة يخرج، الكرة تمشي ملعبة طويلة خطيرة والراس إلى شاحنة. الفريق التونسي امبارح في الشوط الثاني في يوسف يقول معين حفيدي والدفاع وتقاليد الكرة النسوية. ملا خطا فرصة وزارو، زارو كان ممكن يكون هدف الثالث، كان ممكن. جناح يا نهيري وركلة جديدة. أشرف أشرف بشيشوت 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 بشيشوت، كي جولاثو كي جولاثو كي جولاثو. شيبي الشيب، هذا الشيب، كرة الحد شواء، كرة ايرلاينز ثالث. هنا توزيع، إذا فما توليفة، سيطرة من الألف إلى الياء. فاكوندو ينهي معاناة النشامة في هذا الشوط الأول. عين حداد، أزارو، بن شرق، ضربات الرأس هل تصنع الفارق أمام ترجع كرة ملعبة طويلة بالرأس. المنتخب المغربي عنده برشا حرة أخرى للمنتخب الأردني، خطيرة جدا منطقة الجزاء صعبة، والدفاع يرجع، الدفاع يرجع، الدفاع تمشي كورنير، هدف ثم المحاولة. 3-0 جمهور آخر، روح الآن يشاهد الماتش في البيت ولا يعمل حاجة أخرى. والتسديدة بعيدة باهي وممتازة أنك تذل الفارق، لكن ترد بالك من كونتر أتاك، هذه خطيرة وأنس سنيتين، خطيرة هي هي لا الدفاع. خرجت برا، طلعت برا تونس في أفريل 63 في بيروت. إيه الملعب كثيرة وفرصة الحفيدي من أجل الهدف الثالث البطولة. حفيدي
أردنية وضغط مغربي واستخلاص الكرة وفرصة صعبة ورباعية. أزارو أزارو أزارو، والدفاع مرة أخرى من عبد الله نجم النجوم. أنت نجم الجاري نسق المبيرة جدا باعتبار عادات المصريين كبيرة ويهرب الهجوم. والكرة عن طريق الشيري والتسديدة أكروباتية والكرة برا. يعني الربع النهائي فماش يا مصر يا الجزائر يا تستين سنرى بالرأس خطيرة والدفاع يقولون والهدف الرابع يتكلمون ولكن الدفاع يتصدى. لحد الآن أمانة هنا في المباشرة نستثمر إن شاء الله تتواصل ويزم الدافع على تواصلها. ممتاز جدا محطة تسديد بس الشوط ويفوت والحارس عبد الله ما عطاوكش الجائزة يا عبد الله يجي خذها من عنده ما عطاوكش الجائزة اللجنة الريكريمو ويا مهدي فاريا خطيرة فرصة تيراجات ملعونة في دار الدفاع يخرج الناس السنيتي. كانت حلوة اللقطة الجزائر لبنان مصر حط الكرة على اليمين محاولة والسعودية فلسطين في السارة في ختام هازارو هازارو وليد والدفاع الآن التسديدة الكرة برا تقريب أول شوطة أردنية. كانت محاولة من والرابع والرابع ضيع الهدف الرابع الحداد اسماعيل. سهولة الاختراق التكنيك عالية جدا عند المهاجمين المغاربة في المراوغة خطيرة جدا والتسديد وفرصة ضاعت. أزارو وليد وليد أزارو مع أميس وخطيرة الرحيمي وجول سفيان سفيان الرحيمي يهز معاه الكورة ويشوف ممكن الرابع. فرصة المغرب كبيرة للرباعية وضربة جزاء في وقت الحديث عن الرباعية الفار مبيان صوفيا 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 جول 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 رحيمي أربعة خطيرة 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 برافو الحارس أبو ليلى غير عادي وممكن خمسة ولكن الدفاع يتصدى. هادي الرائعة نبي هكذا صورة وماذا يفعل والسلامات رحيم يطالب بركلة أخرى والحكم يقول لا سفر الحكم رسميا الآن ينهيها فكوندو على الريان ينهيها على رباعية الإقناع على رباعية الإمتاع على رباعية للتاريخ. المغربي يتصدر المجموعة رسميا ويصل إلى دور الثمانية جبران